مرحبا بكم الناس الكل في لايف جديد. بس نحكي على مقابلة المنتخب التونسي اليوم ضد منتخب مالي. باش نبدأ نحكي شوية لو دون اللي يتلموا أكثر عباد معنا اليوم ديريكت. نستناو يتلم معنا أكثر المتابعين وبعد نبدأ نحكيو على مقابلة المنتخب التونسي ومنتخب مالي اليوم في افتتاح مقابلاتنا في كأس أفريقيا للأمم بالكامرون. أكيد باش نبدأ نحكي شوية على المقابلة. تنجمو تخليو لي كومنتير نتاعكم تفاعلاتكم، نوصلوهم نحكيو فيهم نتناقشو فيهم كيف كيف بعد في النصف الثاني من اللايف هذا. مجال مفتوح للي يحب يتدخل معنا. مرحبا بكم من الناس الكل اللي عنده كومنتير ولا اي حكايه مرحبا بيه نحكي فيه. اكيد خلينا نبداو نحكي اليوم على المقابله. فهل الناس الكل اجمعت ما نيش نحكي على التحكيم برشا. الناس الكل حكيت على التحكيم ولو اني رايي اني ما حبيتش اللي صار يصير. تقريبا المنتخب التونسي ما كانش يصير. متفاهمين انه الحكم اخطأ، متفاهمين انه سيكازوي اليوم ما فهمناش شنو صار في اخر المقابله، متفاهمين انه تظلمنا بايقاف المقابله. لكن نحبوا نحكيوا اكثر كره. في رايي الجامعه اخذت ديسيزيون نتاعها بالانسحاب من المقابله قبل نهايتها بعد ما اعلن الحكم نهايه المقابله. الديسيزيون اللي خذاوه سلاح ذو حدين الحقيقة. نستناو شنو باش يصير من المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي. الديسيزيون باش يخرج بأي وقت نجمو نحكمو هل الديسيزيون اللي اخذته الجامعة صحيحة ولا لا. دونك اذا كان القرار اللي صلحنا فانه اكيد بنجم يكون كان صحيح. اذا كان ما كانش الديسيزيون صلحنا فانه العواقب باش تكون وخيمة جدا على المنتخب الوطني التونسي. كنا نجمو نلعبو الوقت الاضافي اللي مازال في رايي ما كناش ننسحبو. في رايي كنا نكمل المقابلة حتى لنهايتها ولو انه عطيها لاربيتر غلط. اوكي معناها احنا ايضا ما كناش في المستوى اليوم. قدمنا مقابلة سيئة جدا، تقريبا برشا خيارات غريبة من المدرب. اوكي نحكيو من الاول على اختيار ثلاثة من لاعبيه في المحور. تقريبا اختيار اليوم اثبت منذ بداية المقابلة سيطر عليها المنتخب المالي انه خيار فاشل جدا في الماتش نتاع اليوم. باعتبار انه تقريبا ثلاثة من اللاعبيه اللي كانوا قدام الكل كانوا معزولين، اللي هما حنا بعد المجبري كيف كيف نعيم سليتي وايضا معهم وهب الخصري كانوا معزولين على بقيه الملاعبيه. دونك نعرفوا الناس الكل اذا كان ثلاثه ملاعبيه في المحور. دونك الملاعبيه اللي على الجناب اللي هما خاصه علي معلول كيف كيف حمزه المثلوثي لازم يساندوا خط وسط الميدان ولازم ايضا يساندوا الخط الامامي، وهذا اللي ما ريناهش في المقابله نتاع اليوم. تقريبا شفنا خمسه ملاعبيه فرد خط نتاع المنتخب الوطني التونسي كان صعيب لهنا. هذا الشيء اللي خلى كيف كيف الملاعبيه معزولين. ايضا الثنائي عيسى العيدوني والياس السخيري تقريبا زوج ملاعبيه بنفس الخصال الهجوميه. كان من المفروض واحد منهم نقولوا نحن بلغه الكره يتبلانجا باش يعاون الملاعبيه اللي في الخط الامامي لهنا يكون خاطر نلعبوا بثلاثه ملاعبيه فقط لقدام. هذا الشيء اللي يخلي ناقصين برشا من حيث خاصه العدد نتاع الملاعبيه. باش نحكيو على بلال العيفة اليوم في خط الدفاع قدم ماتش كبير. تقريبا الوحيد اللي خلينا نقول كان افضل لاعب في خط الدفاع بلال عدى ماتش كبير ولو انه في تغيير وما فهمناش علاش تم تغيير، وهو كان اكثر واحد كان ينجم يبقى في المقابله بلال العيفة بارابور الملاعبيه الاخرين. ممكن معش ولو انه ديلان برون كان يستحق يخرج خاصه بعد انه فاق المدرب انه اخطا بالاعتماد على ثلاثة ملاعبيه في المحور. دونك تغييرات كانت وخرت شويه عدا ماتش كبيره. بلال كنت حكيت على الاظهره حمزه المثلوثي الحقيقه كانت اضافته غايبه برشا على الجهه اليمين، وهذا اللي خلينا نتسائلوا على غياب واجد كشريدة اللي خلى بلاصه كبيره في المنتخب الوطني التونسي. نتسائلوا على خيارات نتاع المنظر الكبير في المقابله هذه. حمزه نستناه ان شاء الله في المقابله الجايه يعود
محمد الدراجري باش نشوفوا وجه افضل للمنتخب الوطني التونسي. عصام جبيل يقول لي خلى بلاصته في المنتخب. والله الحقيقه ما شفناش حاجه كبيره من اللاعبين اللي في خط الامامي، دونك على ذاك ما نجموش نقيموا ويقولوا لنا عصام اليوم كان اول ليست جمله واحده. دونك الاظهر ما عاونوش، ما شفناش علي معلول. هو علي معلول نتاع الاهلي المصري، يمكن ان هنا نسالوا تعليمات والا شنو هو بالضبط. ما شفناش مسانده هجوميه دو تيل فاسون، خلينا من اللاعبين اللي في القدام معزولين ايضا. ترانزيسيون من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، تقريبا كنا وين نفكوا الكره تمشي ديريكتومون، تمشي نطيشوها، ما حاولناش نشدوا الكره، ما حاولناش نخرجوا بطريقه سليمه من الدفاع للهجوم. هذا الشيء اللي قلقنا برشا في المقابله. الصخيري والعيدوني كيف التشكيله المحتمله نتاع عيان اللي قلت قبل 3 ايام 4 ايام من الماتش، قلت ما ينجموش يكونوا الزوز مع بعضهم برشا، قريب يخرجونا معناها من دونك. الصخيري والعيدوني واضح الزوز ما عندهمش الخصال الهجوميه باش يكونوا مع بعضهم الاثنين. دونك حتى شفنا كي دخل بن سليمان كان افضل المنتخب الوطني مخلق اكثر فرص، على ذلك حبيت يكون غيلان الشعيري موجود، خاصة مع الفورمة الكبيرة اللي وراها غيلان في البطولة العربية، وإلا حتى محمد علي برمضان. دونك إن شاء الله المدرب الوطني منذر الكبير يراجع شوية الخيارات نتاعو في المقابلة القادمة. مازلنا ما خسرنا حتى شيء، لا رب ذرة تنجم تكون نافعة، لو كان ترشحوا الثانيين ينجم يكون باركور حتى أسهل للمنتخب الوطني التونسي. مازال كل شيء ممكن بحول الله باش نكون إن شاء الله في الدورة القادمة. دونك كما قلت ترانزيسيون خايبه، القدام ما عاونوش برشا ايضا، ما كانوش يفورموا حتى بون اوكي ما عاونوهمش الثلاثي الخط الامامي، لكن ايضا هو ايضا ما كانوش في فورم. الخزري السليتي كيف كيف، حنا بعض الماجبري تقريبا كيف كيف، قلت اللي حنا بعض معناتها ما لازمش نهولوه ونكبروه الملاعب بهذا قبل وقت، ما لازمش نعطيه اكثر من الحجم نتاعو. نحن عندنا حاجه خايبه في تونس اللي كان نحبوا ملاعب نكبروه اكثر، ردوه ميسي كبروه اكثر من حجمه، اوكي اذا كان ما حبيناش ملاعب نردوه اخيب ملاعب في العالم. اوكي قلت حنا بعض لاعب واحد، لكن اليوم شفنا اللي ماهوش الماتش تاع حنا بعض، خاصة نجم نلوم حتى على المدرب منذر الكبير في المقابلة نتاع اليوم، ما كانش لازم يهبط حنا بعض. نعرفوا ملاعبي يلعب في لونجلتير، معناتها في درجة الحرارة في تاع الطقس باردة شوية، غادي يهبط في ظروف كيما اليوم في سخانة تقريبا كبيرة برشا، نجم حتى هو ما حاطينلوش لي كونديسيون باهين باش يكون موجود في المقابلة نتاع اليوم. أيضا السليتي والخزري ما كانوش في فورمة، هذا واضح بعيد على بعض على مستواهم، ويمكن نحن حتى الخطة التكتيكية اللي لعبنا بها ما كانتش كما يلزم. دونك قلت اذا كان ملعب واحد ماهوش في فورم، اليوم شفنا بلا لعيفه فقط نجم نقولوا في مستوى محترم، بقيه الملاعبين الكل كانوا تقريبا خارج الموضوع. على هنا ما نجم نلوم كان لي طرف فني، اذا كان ملعب واقف فقط ماهوش في فورم نجم نلوم الملاعب هذا، لكن اذا كان برشا ملاعبيه والا ليكيب الكل الحقيقه ما تلوم كل ستاف تكنيك على الخطه اللي اختارها في المقابله نتاع اليوم، ايضا على التغييرات الغلطه اللي عملها، انك خاسر وتدخل بيفو معناتها تدخل انيس بن سليمان وانت خاسر، ما فهمتش شنو تحب تعمل. تغييرات كانت مركز بمركز كلها في الوقت اللي نحن كنا خاسرين تقريبا، حنا بعد خرج ودخل مكانه سيف الدين الخاوي، ايضا موجود خرج كيف كيف العيدوني ودخل مكانه انيس بن سليمان. يعني نحن كنا مطالبين وقتها بصنع اللعب والتقدم اكثر والمجازفه اكثر، لهنا ما شفناش التغييرات اللي حاجتنا بها، وحتى المجازفه اللي قمنا بها كانت في اخر الوقت تقريبا في الدقيقه 82 من المقابله، وكان متاخر برشا اقحام سيف الدين الجزيري ويوهان توزغار. في ان شاء الله تعرف شفناه في البطوله العربيه كانوا التغييرات ديما متاخرين، قاعدين يتعاودوا الحاجات هذو، ان شاء الله ناخذوا العبره. اليوم تقريبا فما مكاسب من المقابله، المكاسب في النقاط السلبيه، يعني انك ان فهمنا انه خطه الثلاثه ملاعبيه في المحور لازم نبعدوا عليها، انه الياس الصخيري والعيدوني مع بعضهم في المحور في خط وسط الميدان لازم ما يكونوش مع بعضهم، لازم لاعب كرياتور قادر يصنع اللعب. خط البيفو اليوم ما عادش فماك البيفو كلاسيك اللي يكتفي بادوار الدفاعيه، اليوم البيفو يتبلانجا القدام ويعاون القدام، وهذه الخصال موجوده في برمضان كيف كيف في غيان، لازم يكونوا اساسيين في المقابله القادمه.
القادمه ان شاء الله. لعل في خير ان شاء الله، خلينا نخدم قبل ما ناخذ معانا اللي يحب، واحد يحب يتدخل مرحبا به يدخل معانا في اللايف، لعل في خير نترشحوا الثانيين كيف كيف يكون الباركور اسهل ان شاء الله لمنتخبنا بالتوفيق ليه في المقابلات القادمه، زايد اللي عملناه حتى نجم نحطه ندخل في انجرناج مع الكاف كان رجعنا كمان ماتشون اخير. هذا رأي يبقى رأي بالطبيعة، الله غالب ما جاش الفوز اليوم، إن شاء الله المقابلات القادمة. باهي اللي حب يتدخل معنا مرحبا به، يحب يحكي على الماتش اليوم، أي حد يحب يتدخل، كانوا فما دوز انفيتاسيون قبل شوية خلينا نشوفوهم. يوسف يقول لي ماتش صعب يتعاود، الكل نتوقع يعاقبونا، إن شاء الله لا يوسف، إن شاء الله ما نتعاقبوش. ان شاء الله منتخبنا يكون يمشي ابعد ما يمكن، ولو انه حتى كان يتعاود الحقيقه باش نخسروا ماتش زايد 90 دقيقه بارابول المقابلات ماتشوات الاخرين، 90 دقيقه زايده على الاخر نشوف اذا احنا خسرنا نتعداو نتوي الصفحه ونمشيو، خاطر ترشح نتصور في تحصيل الحاصل باش نلعبوا ماتش اخر وباش نخسروا ماتش اخر نشوف زايد على الاخر. باهي خلينا نبداو ناخذوا معانا نزار. نزار دونك كما قلت نشوف انه زايد باش نخسروا نلعبوا ماتش اخر باش نخسروا انرجي اكثر في السخانه في الظروف هذيك، زايد باش تعاود الماتش نمشي نطوي الصفحه ونتعداو القدام. نزار على بيك. سلوم على بيك خويا، بونسوار سافا خويا، مرحبا بيك، لاباس؟ والله الحمد لله عايش خويا. شويه على الماتش اليوم متقلقين شويه على الماتش، بون ماتش ميطولو ما جيناش عرفتها ما فماش ميطون الاول خسرناه الحقيقه، يعني ما لعبناش كوره حتى مالي، راهو سلوبه باش نبدا واضحين، مالي خذت الكوره ما واجهتناش، راهو براتيكمون بشير بن سعيد ما جاوش عليه كور مثلا شو نقولوا هي الدومينات بالكل. اي والحقيقه سلوبه انا الماتش فرس فيه افيك ان جوار بروفيسيونيل الجزائري قال لي راهو تونس ما كانتش خايبه مي سري الماتش، فما شد الكوره اما شدها نتاع كوره عقيم، بقينا فما اختيارات زاده، احنا عملنا جروب باهي في الكوب داراب، عملنا بريسك 11 تيتيلير باهيين، كيفاش تبدل واحد اثنين تونس كانت خايبه برشا. نو اسلوب اي كمل اش اش نقول لك حاجه، انا بار اكزومبل ميتو ثاني اللي بنيو عليه، ميتو ثاني وقت اللي قبلنا البونت وخرجنا بدينا نلعبوا في الكوره وكانت راه حتى البوزيسيون دو بال احنا وليت 54 46 هكاك، مين ميتو الاول الحقيقه تونس صحيح ما لعبتش كوره خاطر الحقيقه المستوى اللي وروه في كوب داراب، يعني سنينا اكثر سنينا احنا شو ندومينيو الماتش واحنا باش نلعبوا واحنا باش نطبيو حتى علاقه اللي بنلعب بيه اخرين ودي كونديسيون اخرين وماهوش كيف كيف شوي داكور مي كومبيتيسيون ماهوش كيف كيف الكوب داراب ماهيش كيما الكوب دافريك بالكل يعطيك الصحة. اما ريت مثلا سلوما اش تبدل انت مثلا اش تبدل يلزمك تحط جواريت يعرفوا الافريك، راهو ما ساعتين نتاع القايله في الافريك 34 دوغري راهو مش اي واحد ينجم يلعب فيها. مثلا بلال العيفة اليوم بلال العيفة تبارك الله عليه عمل ماتش توب دي سور ديز، عليه خاطر بلال يعرف الافريك مكور في الافريك ويعرف حنا بقى المجري ما طايشوش نطيشو دوزيام ميتو كيف يتعبوا هما ندخلوا مثالش نتاع 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 ما نعرفش انا شي زي كذا ماهوش ماتشوه، كنت نحكي انا ماهوش ماتشوه اليوم نسمع فيك. الياس الصخيري وعيسى العيدوني، انا خويا اللاعب غيلان الشعلالي بار اكزومبل غيلان تبارك الله عليه ديمي فينال وفينال خويا الراجل عمل بيرفورمانس كبيره، عيسى العيدوني والياس الصخيري مثالش يعرف اللي كيجي لتونس مثالش راه يشد البنك عادي عادي، بقينا زاد سمعتك انا خويا سلومه منتصر قلبي راه زاد ما كانش خايب راه اي ما كانش خايب صحيح هاي ما كانش خايب اوكي في حكايه العيدوني والصخيري هذا باش نعرف الناس الكل كان ينجم يخرج حتى هو راهو بنعرف الناس الكل ما كانش يلعب ماتشات الاخرانيين في الكيف نتاعو كان عنده كورونا عنده حتى ناس حتى الريتم نتاعو طايح معناتها ماهوش ما تحلش في الريتم كما يلزم ماهوش ياخذ الريتم نتاع الماتشات كان ينجم يخرج حتى هو لعيدوني خرج غاضب ما فهمتش علاش معناها طيب برشا هنا تدخل شخصيه المدرب الحق باش يفرض انه الملاعب اللي يخرج معناها هذاك الشوا نتاعو وي لكن زاد حاجه اخرى سوا جيست نقطه صغيره انا زاد تفرجت في البين سبورت نتاع فرنسا ريتم جوارات التوانسه ديريكت يعني وقت اللي زفر الاربيتر مشاو ديريكت يبدلوا في البشر مشاو يعملوا في الباند كلاس راهو لداخل وقت اللي الاربيتر يحكيوا معاه راهو انت سوما تعرف ديجا جوار كيف يعمل باند كلاس ما عادش ينجم يرجع يكور صحيح صعيب
تولي لي بليسير مالي كانوا ذكيين مالي تاكدوا اللي تونس سي بون ما عادش باش ترجع قال لك خلينا نرجعوا باش نيفيتوك الحكايه نتاع يقول لك تونس انسحبت بقينا راهو كما قلت انت زاد رب ذره النافعه راهو نجموا بالديفيت نتاع اليوم نتفاداو الجيري ولا كوت ديفوار. كوت ديفوار بصراحه ايكيب كبيره حبيت ولا كرهت فرش فيها توا غيني السي او اي باهي زاد اما خويا نيفيتو المجموعه هذيك ونلعبوا كورتنا ورب ذره النافعه وكاهو ان شاء الله مربوحه في القدام ولازم نتعلموا من اخطائنا زاد. اي هو كان تفكر كوب دافريك اللي فات كنا لعبنا معناتها جينا في معناتها في ثنيه ما يستاهل برشا لعبنا في الويتيام مع مدغشقر بعد اوكي جاتنا غانا نجمو كيف كيف حتى تو كان ترشحوا نحن الثانيين باش نلعبوا مع الدوزيام في بول السنغال معناها اليوم ماهوش مكافات كبيره برشا ان شاء الله رب ذره نافعه كيف قلت وما نحبش حق ما كان يقولوا لي تعاود الماتش اوكي خسرنا ما نعاودوش ما نخسرش 90 دقيقه ولا يعطيك صح وكيف باش يعاودوه وقت باش يعاودوه ليكيبات الكل ماذا بيهم فازيت نهار راهو سلوم اخويا ظروف الاقامه لوتيل انا ريت تصور خويا فهمتني ريت تصور لوتيل راهو غراف على الاخر راهو شوف قالوا لك جوارات مثال سامت تو سامحني تعرف شكون الجوارات الراضيين بالوضع سلوما جوارات في تونس يمشي نورمال يبات لك ما نعرفش يبات لك يعرفوا الافريق اما الجوارات راهو اللي يعيشوا برا حبيت ولا كرهت في فرنسا ولا في المانيا ولا في واحد تحطهم بالرسم لوتيل كل وار نتاعو ضيق على الاخر وما فيش يعني رفاهيه نتاع تتوفر مي علينا وعليكم خويا العب الكوره فهمتني ان شاء الله نتعلموا ان شاء الله منذر الكبير بصراحه يلعب لنا خويا وهبي الخزري عمره ما كان شوف في سانت تيان يلعبوا معها عباد مدلوا كوره في ساقيه صادات اخرى ريت ماخر خويا في تونس عندنا مكازيتنا الجزيري والتزقار لعبهم هما خويا لعبوا انت صحيح ولا وانا برشا عباد متحامين على واحد انا ما نعرفش من عباد اللي نحترمهم برشا كان يعبي وخلطت انا برشا ومن الهدافين تاع المنتخب برشا نحس برشا تحامل عليه لا سلوم اخوي مش تحامل وهبي الخزري يلعب تيتولير ويعطي وهبي الخزري يحب تونس ويحب تونس وكان قريت انت التصريح نتاعو قبل ما يجي لتونس على الكوب دافريك وعلى تونس تفهم الراس يحب مي يلعب ما يلعب اي ما يلعبش بونتا لعبوا على جناب ميسالش مليح بي عنده في ساقيه وهبي الخزري وحط لنا بونتا صريح وديجا وهبي كان تراه انت اليوم وقت اللي تيح هو في بلاصه حنا بالت ولا فما لعبه يولي يجيب الاخطر يحب يتيح ديما صحيت موش طول الجزيري يقعد لك يفكسي لك يعني واحد من الديفونس هاريت نتاع الادفرسير يقعد مع هذه وهبي يرجع تالي خاطر ملاعبي في ساقيه ما يلعبش براسه وهبي فهمتني وهذاك عليه يعني حنا بال بصراحه حنا بال مازال صغير وبصراحه الكومبيتيسيون هذه نورمالمون يستانس كيما هو كيما برشا جوارات اخرين يستانسوا بشير بن سعيد مازال بشير بن سعيد فما وقفه باهيه فما ثقه باهيه ان شاء الله اللي يشد ربي يوفقه وكهو فهمتني ما نحكمش عليه مازال ما شفنا شيء المقابله تاع اليوم ما جاوش حتى ما نجموش نحكموا عليه ان شاء الله يكون في مستوى الثقه اللي يعطيه له المدرب ويكون نربحوا جارديان في المستقبل ان شاء الله شوف والله شوف جارديانات فما هو فما ايمن دحمان فهمتني فما زاد معز حسن ان شاء الله يقعد مع روحه ويشوف روحه خاطر معز حسن هذيك حكايه اخرى ماهوش اليوم باش نحكيو فيها اما معز حسن خويا عبسي خويا سلوم راهو كيف قدم ترجع انت تشوف الكوب ده ابار ربع ساعه كونتر لونجليتيرا ما ورا شيء في ليكيب ناسيونال نبدا واضحين راهو وكور له كور لهنا عندنا في بروج انا نسكن في بروج في بلجيكا فهمتني في سيركل في بروج لعب دو ماتش ونعرف شكون قال لك سي بون يعني ربي معاه ان شاء الله ماهوش موضوعنا ذاك موضوعنا ليكيب ناسيونال ولو اني انا نتفكر مع نيس تبعته برشا مع نيس ولا اني هو كبير برشا انا نصور الضربه يمكن ضربته شويه الى حد الان لكن ان شاء الله يدارك خويا ان شاء الله خويا وشوف كما قلت انت رب ذره النافع بالك احنا اليوم جست الحاجه الخايبه شويه اللي لومبيونس في البلاد اللي فيها ليكيب ناسيونال مش باهيه فما طلق ناري وفما مواجهات وما نعرفش شنيا هذيك الحاجه اللي تخوف شويه خاطر تقعد كجوار بروفيسيونيل تحس روحك ماك سيكوريزي واحد مثلا الكراساج اللي لازم يعملوه بعد الماتش ما عملوش وبرشا حاجات ان شاء الله كيما نقولوا ثقتنا فيها كبيره بعدين نكملوا به يا عايز كويس لو يلا فرحان برشا تدخل معايا كل مره عايز خويا ميرسي بوكو بابا ميرسي معنا تكون اخر يحب يتدخل في اللايف نتاع اليوم اي حد يحب يتدخل مرحبا به الترا دي بيري ياس ياسين زعما خلينا نشوفوا معاه شنو الاسم بالضبط كيف مرحبا بكم الناس الكل اللي حاب يتدخل يحكي عن المنتخب ويعطي رايه مرحبا بكم الناس الكل تتدخلوا معنا
السلام عليكم. هو يا مرحبا بيك، سافا لاباس عايش ياسين هكا؟ يا اخوي ياسين، مرحبا يا اخوي، تفضل. عايش بفضلك. والله انا باش نقول حاجه برك، الامور الامنيه ودرشنيه نعرف لي زاكوتي اكسترا سبورتيف، اما انا اليوم كي نرى التشكيله معناها تيتولير، كي ترى فما شو اسمه لارير دروا حمزه المثلوثي تيتولير، وكشريده يلعب في الكالتشيو وما عيطلوش، بيتي علت كوفيد، هو يوسف كوفيد وحنا بع الكوفيد بعد ما عمل الليست، هو اش قال؟ معناها هذوما كوفيد. هو اش قال؟ قال الملاعب اللي عنده كوفيد طبيا حتى كي يرجع متاثر شويه. لهنا نقفت روحك انت، حنا بعد كان واليوم واليوم حنا عنده بعد لعبته تيتولير. اساسي اليوم خويا. ولا برج ولا يا، شوف شوف انا فما حاجات راني مانيش فاهمهم، اسكو العباد هما الفيزيون تاعهم هكاكا ولا يعملوا بالعاني ولا فما لوبيات ولا انا هما ما نفهمهمش. خاطر حاجة قلتها أنت فما منها كل شوية شوية. بالحق بالحق والله العظيم لي لوجيك في طرح فيفا في بلاي ما تعملوش هكاك، بالحق فما حاجات ما يتفسروش، كيما عاملين توا كوفر فو، باش ندخل كلام في كلام، عاملين كوفر فو على الكوفيد من 10 للخمسة، يا اخي العباد كي ياخذوا ترونسبور بيبليك ما فماش وقتها كورونا وما يتعداوش كونتاميناسيون ما تصيرش، الى 10 شكون فما تو في الشارع؟ بالحق هذوما حاجات انا ما نحملهمش ومانيش فاهمهم. سينو تحب ولا تكره النيفو نتاع كان ذي اقل بياسر من اللي تعداه بور اون ريزون اون اوتر، مازال سخانه بكري ما نعرفش ولا انا. مازال بكري نتصور. بون اوكي، مش حاجه كبيره لحد الان، لكن نتصور قبل تقدم نحكي لك المجموعه على تكون خير. انا نحكي لك على الماتشوات، في اول ماتشوات بارابور اللي كان اللي فاتوا، خاطر اللي كان اللي فاتوا اول ماتش فيهم نيفو خير من بتاع ليديسيون هذيك. صحيح صحيح هذا اش حبيت نقول، صحيح. سينو بالحق معناها مسكين كشريده وكهو، معناها شنو تحبوا يعمل اكثر، راجل لاعب كونتر ليكيبات تلاين الكل وفي الاخر ميم با كونفوكي على حاجه هكا بلاصتو واضحة اليوم. يعطيك الصحة ياسين. يا ليلتي سي كبيرة. خويا عايش. نذكر أي حد يحب يتدخل معنا مرحبا به. اليوم نحكيه أكيد على مقابلة تونس ومالي أيضا. هاني العسلي، مرحبا بك هاني. برشا طلبات، مرحبا بكم الناس الكل، وسعوا علينا بالكم ناخذكم إن شاء الله الناس الكل. هاني يحب يحكي على المنتخب التونسي. هاني أهلا بك. خويا على السلامة، صباح خويا، شنو احوالك؟ لاباس خويا، كيف شفت الماتش اليوم؟ خويا؟ شنيا الماتش خويا، مازلة اليوم برجولية على الاخر. تحكي كورة ولا اللي صار في اخر الماتش؟ ليه خويا كورة ولا تشوف؟ وفورماسيون مش هي وهبي القزري صاحبي، شبيه كيك اليوم ضيعنا جملة خويا. والله انا ايش قلت قبيليك، قلت تو نحب نسمي اسامي ملاعبين، تقريبا 11 ملاعبين كان الكل سيوجي، ما نحكيش على وهبي خزري كهو ولا فلان كهو ولا فلتان كهو. بخليف شفت بلال عيفة، انا قدم ماتش محترم جدا. فان اوكي بلال حتى تبارك الله عليه، بلال محترم ما كاينه في شاء الله يعني. العشرينات من عمره، معناها ايتاكي بارابور باللي قلت الملاعبين الكل كانوا خارج الموضوع يعني. لهنا تلوم المدرب، انا ما تلومش الملاعبين، اذا كان ملاعبي ولا اثنين تلومه هو اوكي، لكن اذا كان ايكيب كامله لهنا انت كمدرب راك غلطت. خويا احنا نستناو بدقيقة والدرج باش تفرحنا برجولية تونس، ديما ديما هكا، ديما احنا من راك تشوف الجزائر تشوف ليكيبات ديما منتخبات نتاعهم تفرحهم، واحنا خويا ديما ديما هكا معناها. ما صحيح، كان مازال امل خويا، مازال ما تلعبش شيء ان شاء الله كما قلت قبيليك، ان شاء الله لعل في خير بالكش نترشحوا، خاطر ما تحكيش فيه باش نترشحوا، راه تحب بالله. تكبر اسمك ما نترشحوش. حسب لازانفورماسيون معناها الاخرانيه، شنية زعم ينجموا يبدل الماتش يتعاود ولا صعيب ياسر، ولا خاطر كل واحد يحكي حكايه، فهمت؟ انا في رايي صعيب يتعاود الحق، وما نحبوش يتعاود. اوكي خسرنا خلينا نترشحوا ثانيين. باش تخسر 90 دقيقة في التعب هذاك وفي السخانة هذيك الكل زايد. خلي خسرنا اليوم، نتعداو نطوي الصفحة نمشيو اللي بعده. يا خويا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خويا تتفرج توتنهام وتشيلسي توا دوغ برجولية كورة، نتفرج شوية وتفرج في نبسط كوب الريال. افريقيا. اوكي كنت يا خويا ان شاء الله ان شاء الله جاي خير وكاو.
ان شاء الله يا اخوي. ميرسي بوكو هاني، عايشك. عايش كفايه. سلام. طيب نذكر الناس الكل اذا كانت حابه تدخلوا معنا مرحبا بكم في اللايف. محمد الهادي ايضا يحب يتدخل، يحب يحكي عن منتخب تونس. انا كنت عبرت وحكيت في اول اللايف، انتم مجال لكم، انتم اللي حاب يتدخل اكيد بعد الفيديو تلقاوه على الشين يوتيوب نتاعي تحكيوا عليه. انا عارفش مازال معانا ولا محمد الهادي، يمكن الكونيكسيون مش ولا بد. محمد الهادي بون، ما عارفش محمد الهادي، اخرج وعاود ادخل ما حابش تعدى. اكيد مرحبا بكم الناس الكل اللي حاب يتدخل معانا. مرحبا، الفيديو تلقاوها بعد ان شاء الله على صفحتنا في اليوتيوب اسلام مد، تلقاو لي فيديو الكل. بي عاود دخل محمد الهادي الكونيكسيون. باي باي، هاو سي بون. هاي اهلا بك هادي. مرحبا يا اسلام، صافا اخويا لاباس؟ الحمد لله بابا، لاباس انت؟ الحمد لله. بابا كيف شفت الماتش اليوم؟ من ناحيه الجوارات بطبيعه مهزله، لونترونير مهزله اكثر واكثرين. والله منظر لك من الاخر يا اسلام، منظر كبير مش لونترونير بتاعك. ماهوش في حجم المنتخب، ما تشوفش من نخليهم نكونوا متفائلين شويه، ما زلنا كبلين البطوله، ما نحكيوش حتى الكلام هذا تو، خليهم نكملوا كوب دافريك وبعد يعمل الله، ما زال بكري على الكلام. انت اسلام يظهر لي وقت حكيت مره نتذكر قبل البطوله العربيه باش يتنحى، يعني كان فما حاجه باش يبدلوه يعني بعد الكلام. اي هو واضح كان خمه باش ديجا حكاو حتى مدربين اخرين. بالله مثلا انت حسب رؤيتك انت، ما خير اليوم يعني الخزري ولا تجار ولا اي عصام الجبالي ولا اي واحد فيهم كل؟ والله برشا يحكيوا على الخزري، ما فهمتش علاش تحكيوا على راولي كيف الكل اليوم كانت اون سوجي، علاش الناس الكل ركز معاه بالخزري؟ اوكي حتى هو ما كانش باهي، لكن كيف الكل كانت خايبه. صحيح، اما انا راني مانيش كنت نروح بالخزري خاطر اكثر جوار نحبه في ليكيب ناسيونال كامله الخزري، نعرف الخزري شنو هي. اي انا الحق نشوف عنده بلاصه، عنده بلاصه المركز 22 بونت مع ليكيب ناسيونال و100 بونت مع سانتيان، يعني عنده بلاصه اكيد. ما نعرفش بالك شي خاطر ضيع بينالتي ساريف، اوكي ما عطاهاش حقها بالبيت كانت في الوسط شويه البينالتي، لكن ساريف باهي ما فماش زعما خطه. انت كمدرب منظر الكبير ريجا خويا، انت راك تنفذ البلانتيات، انت تشوت كفرونات، انت تلعب كورنير. اي نسال عنده شكون هو حط الاول والثاني، اما واحد بالخاصه ما يستاهلش يشوت ويماركي، معناها ما نحبوش نردوها مشكله. اوكي مش هتهش بالباهي كان يشوت عليه مع الاول، لكن صار هذيك عادي. حتى التغييرات يعني اللي عم فيها منظر الكبير لي شونجمون، يعني وقت اللي صيا نقبلوا بونت ولا صيا عرف روحه تخسر على الاخر في 80 في 90 وقتها يبدا يعمل في شونجمون. صحيح قلت ديجا مؤخر برشا شونجمونات، كما في الكوبا راب بالضبط تقريبا شونجمونات كل في 82 83 وقتها يفوت كل شيء، ما عادش نجم تعوض وقتها. صحيح يعني ما عادش نجم تعمل حتى شيء بالوقت هذاك. فما سمعت تو نقرا فيها في باجيت في الميوت فوتبول، وفما كرتوش يتضرب حدا الوتيل يضرب بتاع اي الامور ماهيش لابد، ربي يقدر الخير. خذوك انا كي عاد يروحوا لنا خير مش لازم منها. اي تحسوا ما يحبكش يحبوا يروحوا هما. مفدلك ما تفهمش. وصلت كان لتونس هكا هو، الايكيبات الكل كان تونس هي المستهدفه. صحيح. يا خويا مرحبا بك. الله يرحم والديك يا سلام، عاش خويا. عايشك احمد. نشوفوا شكون يحب يدخل معنا ايضا. محمد الهادي من جديد، محمد الهادي بديك كونيكسيون مش ولا بد، ان شاء الله تو تخطف. خويا الو الو خويا صباح لاباس؟ والله الحمد لله. شنو انت لاباس؟ والله الحمد لله. خويا كيف شفت الماتش؟ فماش ماتش خويا اليوم؟ فماش؟ ما فماش اي خويا، خايب اللعب. شو قولك؟ فاهم، ابداها بالمثلثي وابداها بالخزري بالدنيا كل. صحيح صحيح، ليكيب الكل ما جاتش اليوم. شنو شوف لازم يتبدل الماتش الجاي؟ المثلثي الاول دراجل مضروب ويلعب.
مضروب ويلعب يلعب يلعب. بون ان شاء الله يكون حاضر ونشوفه الماتش الجاي، ان شاء الله نشوفه تغييرات خاصه في الخطه ثلاثه في اللاكس فجوليه يزينا منها، نشوفه حل الاخر. خسرنا ملاعب القدام بالثلاثه في اللاكس، ان شاء الله ملاعب اخرين ياخذوا فرص بتاعهم كما برمضان الشعلالي، نشوفهم الماتشات الجايين على شلال الجزيري كيف كيف نجموا يعاونوا. لا صحيح صحيح، خاصة الجزيري في بلاصة وهبي، أنت قلت لي عنده بلاصة، بالنسبة لي يعني ما عندهاش بلاصة. صحيح. هدف هدف كوب دراب البنك هو خويا، فهمتاش شونجمون يعني اللي عامله ما عرفتش شنو هو. هو حتى حد ما فهم اليوم، حتى حد ما فهم حتى شيء في التغييرات ولا حتى شيء. ان شاء الله بماتش الجاي كيف كيف ان شاء الله يرجع يوسف المساكن يرجع يعاون اكثر كيف كيف ان شاء الله على رجليه. يعطيك الصحة اخوي، ما يحبيك محمد. زيد نشوف شكون يحب يدخل معانا. مهدي رياحي اللي يحب يدخل مرحبا بيك يحكي على المنتخب، الفيديو بعد شوية او تلقاه على الصفحة متاعنا في يوتيوب، في شين يوتيوب اسلام مدب تلقاو الفيديو. مهدي خرج بي، نشوف شكون اخر. محمد حديك حاجة هكا. خويا مرحبا. مرحبا بك خويا، السلام عليكم. لاباس شنو الامور؟ والله صعب خويا، عيش الحمد لله، متشرفين بك اخويا. تزيري. تزيري يا خويا. مرحبا مرحبا يا اخوي بيك يا عيش خويا، ما انتو مالك مخاوتنا. ربي يستر خويا، انا عاش كتبت ستاتوي على ماتش الجزائر. بون برشا فهموها بالغلط، قلت منتخب الجزائر في مقابله القادمه يقدم نفسه كمرشح بارز للفوز باللقب. برشا عباد يسخايبوني معناتها نتهكم، لكن هذا رايي. شفت منتخب الجزائر عدى ماتش معناتها محترم جدا كالعاده، برشا فرص، الكوره ما حبتش تدخل الحق. ما حبتش تدخل، يعطيك الصحه. الكوره ما حبتش، لكن ده عادي، منتخب يصنع الفرص ده اللي ما تخافش عليه، معناها ما دام فما فرص اكيد النجاح باش تجي تو ولا بعد. سي فري صح، ولا راك شراك تقول. و اون بليس دو سا خويا، حبيت نحكي على واحد السيجي هكا، دير كابتير دير حتى كابتير فيديو معناتها العلاقات دي ماذو في لي باج تاع الفيسبوك السوشيال ميديا. راني نشوف في فتنه كبيره معناتها بين الجزائريه والتوانسه. سيدي علي، ربي يهدي ربي يهدي، هذه خوات نحن. اسمح لي اسمح لي اخي، كما تقولوا انتم ينبروا معناتها كل باج تنبر على فريق، فهمت؟ اي بس حكيت تدخل التعليقات تلقى مثلا، ركز مليح على النقطة هذه، تلقى شتي لك جميع واحد يكومونتي معناتها بالخايب على الجزائر ولا على تونس، كان تدخل البروفيل تاعو ما تلقاش حتى الفوتو معناتها شغل فوق بروفيل كما يقول لك الذباب الالكتروني هكاك. قاعد يديروا في فتنة بين زوز معناتها شعوب نفس الكاركتر نفس العادات والتقاليد نفس العقلية، دار واحدة متربيين مع بعضنا معناتها في صورتنا كامل الحدود برك، دم واحد يعطيك الصحة، دمنا ودمكم دم واحد. صح صح، وهما بغاو يفسدوا العلاقات هذه معناتها بور موا حاجة ماهيش مليحة. خاطر عندي، اسمح لي خويا العزيز، خاطر عندي بزاف كما تقولوا انتم برشا، عندي بزاف صحابي توانسة معناتها نتعاملوا معاهم في التجارة، يجيو عندنا نمشيو عندهم لتونس ابار لي فاكونس معناتها لي فاكونس كل مرة وين نمشيو شاك فوا وين نروحوا، مي في لي كات سيزون معناتها نتعاملوا مع التوانسه بزاف في التجاره في كل شيء كيما تقولوا انتوما. وانا كي نحكي لك معناتها كيما العاصمه نعرفها بيان بيان بيان، بداها من سوق السباغين ومشي لبعيد. ما شاء الله ما شاء الله. لا يا خويا والله ماذا بيا ما تبقاش الفتنه هذه معناتها بين الجزائر والتونس. حنا خاوه معناتها نضحكوا صح في الكوره معناتها نضحكوا عليكم وتضحكوا علينا باسكو حساسيه تاع الكوره برك هذا مكان، مي باش يسلطيو الحوايج اخرين. فما جماعه يحكيوا على القرض يقول لك اخي قرضوا لتونس، يا خويا واش راح لكم؟ هي نقرضوا لتونس، حنا نقرضوا لتونس ويجي نهار تونس تقرض لنا، ما فيها حتى عيب. عادي عادي، ما بيناتناش. يعطيك الصحه، هكا يتعاملوا الخاوه معناتها. اكيد اكيد. او شباب نزيد نقول لك حاجه، اللي كان معك قبيل احمد العرفاوي هذاك، اي او قال لك درك يا محمد هذاك راه عشيري بالبيا يسكن في بنزرت ونعرفه عندي بزاف، تلاقينا في الحمامات وحكينا وصارنا مع بعضنا وقصرنا مع بعضنا. ما انت يعني العقلية رانا خاوة. صح صح
انا بيلي عندي برشا صح اصحابي صحافيين جزائريين، مو من ايد قاسي، اصحاب برشا انا وياه، مو من أي قاسي صح، تاع قناة الهداف عشيري مو من اي اصحاب برشا الله يبارك برشا انا عليك. وياه، وبرشا ويحكي ويحكي غير بالباخ، لأن شفت لا ريبونس تاعو المرة الأخرى هذه على المحلل تاعكم، اي كان حكى حكى بواحد دبلوماسية كاملة، قال له احنا شعب واحد تونس، معناتها فرقتنا كان الحدود هذا ما كان، قال له باش يطلعوا عباد معناتها يدخلوا بين الجزائرية والتوانسة ويعملوا في الفتنة، قال له بور مو حاجة ماهيش مليحة بزاف خلاص. الله يهدي بك خويا، فرحان برشا دخلت معك، مرحبا بيك ديما والله بيك يعيشك خويا، وان شاء الله يا ربي نوصلوا لا فينال ان شاء بين الله، الجزائر وتونس ونربحوكم حنا. انا بحكم نحن لا وقت خلاص اخويا كي احنا كي انتم والله من القلب صح صح تحية ليكم، وفريمون ربي يخلينا لبعضنا ان شاء الله، ونبقاو خاوة طول العمر ان شاء الله. ربي فضلك، ميرسي محمد، ربي عاش يعاونك خويا، ميرسي بونوي وبون غوستو خويا بونوي يعيشك. باي، ما زالوا برشا يحبوا يتدخلوا، انا حبيت نعمل نص ساعة وكا، وباي خلينا ننزل ناخذ معانا محمود يحب يتدخل، خلينا نسمعوا رأيه على المقابلة، والله فرحان برشا بالزيري اللي دخل معانا، يعطيه الصحة وإن شاء الله ميساج باهي، اختنا متفق القاهرة، أهلا بيك محمود. وينك خويا؟ سافا سافا شنو الأمور؟ والله الحمد لله. آه خوي استنى والله انا خويا القسي، وعاد من جماعيها كل كان القسي خويا. إيه خلينا نقول نكونوا متفائلين، برشا غلط اليوم شفنا لوندمون خايب، لكن ما زال الذكري اوكي، نجموا نصلح نجموا نصلح ان شاء الله ان شاء الله خويا. اسمع احنا بطبيعتنا كل كان الدواره ومعناتها بالمضرره، ديجا عام 2019 بدينا عملنا 3 اكس ويت وبعد شهر خويا وقبل زيت، اما في قلب بعضه صاحبي لونترينور الزلاحة راه نحينا من الاربيتر، راه ما نلوموش على الاربيتر، راه ريت التوانسة يقولوا الاربيتر، والله لو الاربيتر خويا انكريت معناتها ما ظهرناش في الماتش، ما ظهرناش في الماتش، كل حد حذا حقه في 89 دقيقة اللي لعبناها، كل حد حذا حقه، اوكي جت هالدقيقة اوكي اعطيني حقي متفاهمين واعطيني حقي وبعد ادبر عليه، لكن ما كانش ما كانش فما سوء نية والا حاجة، نتصور لو كانت في وسط المقابلة يمكن نتصور والله هو صحيح في الاخر الله اعلم. يا ودي ما فماش سونية، الاربيتر كان سينا ولا سينا من الاول مريقل بريمير ميتون جاو اوكي ومريقل على الاخر الاربيتر، ما نعرفش عاد صار زي ميتون خويا تقول نحيت عبد وحطيت عبد معناتها فهمتني، نحينا من الاربيتر ولا شال طحلو السكر الله اعلم، نحينا من الاربيتر ما نحكيوش عليه الساح، ما نلوموش على الاربيتر احنا، اما التوانسه نكبشوا احنا باش نبرروا الفشل نتاعنا معناتها فهمتني، اعطينا خويا ساعتين احنا اليوم ماتش كامل ما فما شيء، ماتش كامل ما جاتش تونس راه لا خايبين، كنا خايبين برشا اليوم صحيح، ولو انه حتى مالي ما عملوش برشا فرص، حتى مالي ما شفتهمش فرص، الزوز كنا هما سيطروا علينا اوكي، خاصة البوزيسيون كانت عندهم اكثر في الميتون الاول خاصة، لكن الزوز كنا خايبين، رغم ذلك كنا نجمو نكتمو ماتش، وان شاء الله الماتشات الجايين يكونوا افضل. راجع والله صدقني خويا سليم، جيت راجع راهو ديفو من اللول، راهو من معناتها من ليستا من اللول، من الاختيارات من الكواليس قبل كان، معناتها تنجم تتوقع راهو مردود كيف هكا راهو ليكيب ناسيونال خويا، معناتها الكواليس اللي قبل كان راهي معناتها لي كونديسيون اللي مشينا فيهم من مشاكل ما كانوش نتاع 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 كوب دافريك، في حجم كوب دافريك ان شاء الله. حنحب نحكي اكثر على الماتش تاع اليوم انا، باش نخليه شويه متفائلين، نخليه التقييم اون جينيرال للخ يا ودي، ان شاء الله ان شاء الله يكون كف به هذا، وان شاء الله نرجعوا رواحنا، ديجا مازال لنا موريتانيا معناتها كيما نقولوا مش جمعيه اللي تنجم تقلقنا، وان شاء الله اللي فما معناتها نجموا نداركوا وكاو ان شاء الله. اخويا مشكور جدا، يعطيك الصحه محمود، عايش الى اللقاء، باي باي.
يعطيكم الصحة الناس الكل اللي دخلتوا معنا اليوم، أكيد اللايف تلقاوه على الشين يوتيوب متاعي إسلام المدب، اللي حاب يتفرج من بعد ولا إذا كان فاتكم اللايف تلقاوه الكل كامل على الشين يوتيوب إسلام المدب. مرحبا بكم الناس الكل، ياتكم زين إن شاء الله مربوحة في المقابلة الجاية، ومتفائل باش نمشيو للبعيد في الكان هذه بشرط نتعلموا من الأخطاء اللي عملناها في ماتش اليوم، نبدلوا في كل شيء إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا في الكان.